بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وانفعنا وانفع بنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين. قوله قول الإمام الطحاوي رحمه الله، والرؤية رؤية الله تعالى، يعني رؤية المؤمن لله تعالى، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الرؤية الإحاطة، الإحاطة أنا إذا رأيت هذا الشيء أحط به، يعني وصل رؤيتي إلى أطرافه، هذا اسمه رؤية مع الإحاطة، تمام؟ أحط به أنا. المؤمنون يرون الله تعالى بلا إحاطة. ما معنى بلا إحاطة؟ لا يتوهم إنسان أن الله كبير 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 فلا نحيط به، مثل الآن نحن السماء ننظر إليها لا نحيط بها لأنها كبيرة جدا، حاشا الله أن يكون كذلك. لا نحيط به لأن الله ليس له حدود أصلا، ليس لا نحيط به بمعنى، لأن الله مثلا أنت ترى جبل، ترى جزء من الجبل، أما لأنه كبير أنت لا تحيط به، يعني لا ترى طرفه من هنا وطرفه من هنا. ليس الله كذلك، يعني أنت ترى جزء من الله استغفر الله ولا تحيط به لأنه كبير 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 كبير، ليس هكذا. لأن الإحاطة تكون لصاحب الجسم، الإحاطة هي الوصول إلى الحدود، والذي لا حد له كيف يحاط به؟ ليس له حد، تمام مولانا؟ فعفوا، يعني بعض الأخوة يقرأ هذه العبارة يقول يعني لا 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 نحيط به، لا نحيط به، أعوذ بالله. فهذه الإحاطة الله منزه عنها لأنه أصلا ليس بذي حد، وهذا البحث أسيادنا، هذا بحث الرؤية من أهم الأبحاث في العقيدة. لذلك من أراد أن يؤمن بها ينبغي أن يكون عقله واسعا جدا. الإمام الآن الطحاوي يعني من أكثر الأبحاث، مع أن الطحاوية صغيرة، من أكثر الأبحاث الذي تكلم عنه في هذا هو بحث الرؤية، سترون الآن، لا أريد أن أستبق الأمور. بغير إحاطة، يعني الله ليس له حد، حتى والله أنت تنظر أمامك مثلا فترى شيء له حد، حاشا. نعم، هذا أول شيء. لما هذه العبارة يعني بغير إحاطة؟ لا علاقة بين الجسم وبين الله، الإحاطة للجسم. تمام، أحسن. لأن الناس حتى لا تضغط عليهم أوهامهم، الناس في الدنيا لا يرون شيئا إلا له جهات، إلا يقيسون الشيء. طبعا سيدي، فلذلك أهم شيء ألا تقيس رؤية الله على رؤية هذه الأشياء.
فالآن كل هذا الكلام من أجل أن لا يضغط علينا أوهامنا. ليس المعتزلة بل من أهل السنة لو تركته وحده وقلت له يعني فسر لي الرؤية سيدخل في القياسات. فالآن غرض أهل السنة ما هو؟ الإيمان بالرؤية ونفي ما لا يليق بالله. لذلك هذا الأمر كما سيقول الآن تحزب أهل القبلة فيه 3 أحزاب. قسم أثبت الرؤية وجسمة وهم المجسمة والوهابية وأمثالهم، يعني أثبتوا الرؤية لكن أثبتوها مع الكيفيات، جسم وجهة وكذا. المعتزلة لأنهم ينزهون الله عن الجسمية والجهة نفوا الرؤية، قال مستحيل الله يرى. أهل السنة أثبتوا الرؤية ونفوا التشبيه. لذلك هنا يقول لك بلا كي ولا كيفية. التشبيه الله عند المجسمة له صورة، وله صورة إذن هو جسم، لأن الصور لا تنشأ إلا من الكميات، والكميات أجسام يقينا. تمام مولانا؟ فهم يقولون هو في جهة وله صورة، وهذا كله من التشبيه بخلقه. نعم عليك جزاء. خلاص يلا سامحنا تفضل. ولا كيفية، ما هي ماذا يقصد بنفي الكيفية؟ نفي الكيفية لا يوجد مسافة بين الرأي والمرئي. الله يجزيكم ألف خير. ولا يوجد جهة ولا يوجد صورة، وكل ما تراه أنت من أحوال المرئيات في هذا العالم كله منفي عن الله تعالى، منفي. كل ما الأحوال، أحوال المرئيات التي تراها هنا منفية في رؤية الله تعالى. فمعنى لا كيفية لا جهة ولا صورة، تمام إلى آخره. تمام. أنا سبب نفي المعتزلة أنهم وسبب إنكارهم علينا أنهم يظنون أننا نؤمن برؤية الله كرؤيتنا للأشياء. نعم، وهذا كلامهم صحيح بالنسبة للمجسمة، تمام؟ أما بالنسبة لأهل السنة ينفون كل هذا. الإمام الغزالي رحمه الله، أنا مرة جلست مع الإخوة هنا وكلمتهم ماذا قال الإمام الغزالي، بعض الإخوة، فالإمام الغزالي خلاصة الكلام يعني فسر الرؤيا بزيادة علمنا بالله. فظن الناس أن الإمام الغزالي إذن ينفي الرؤية،
فإذا تحبون أنا أكلمكم ماذا قال الإمام الغزالي. أمامك أحد أمرين أنت، إما تؤمن بالرؤية، تؤمن أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة رؤية كما وعد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتقول إلى هنا ونسكت، مع النفي ما لا يليق بالله. تمام، هذا هو السحل. تمام، لكن انظر الآن كيف قالوا، انظر الآن، هؤلاء أساتذة ومدرسون وهم أساتذة العقيدة، عندما تقول لهم يعني لا يوجد جهة ولا يوجد صورة أمامك ولا يوجد جسم ولا يوجد حدود ولا يوجد كذا، يبدأ الأساتذة هكذا، تمام؟ فكيف الطلاب؟ أنا لما قلت الطلاب أنا درست الطلاب هكذا، تمام؟ اصبر مولانا. فبدأ الطلاب ينظر بعضهم إلى بعض ويضحكون كأنهم، مع أن كل كتب أهل السنة هكذا، يعني نحن يجب أن نثبت الرؤية وننفي ما لا يليق بالله، فكلهم يقول ما بقي شيء. إذا بعد ذلك شرحت لهم هذا، الإمام الغزالي شرح هذا، العلماء يكتفون بهذا الكلام، أثبت الرؤية، أثبت الرؤية، انفي عن الله ما لا يخلو، وخلاص انتهى، تمام. لكن إذا وجدت بعض الناس لا يكتفون بهذا الحد، تحتاج أن تشرح لهم، لكن ينبغي حقيقة أن تكون عقولهم بحسب هذا العلم الذي يقوله الإمام الغزالي. بعض الناس لما الإمام الغزالي فسر هذا بزيادة العلم قالوا إذن هو ينفي الرؤية. هم لا يعلمون أن الرؤية أصلا هي علم. اسمع يا مولانا، أسباب العلم ما هي؟ ثلاثة أسباب العلم، اسمع الآن. فإذا تحبون أنا ألخص لكم بدقائق ماذا قال الإمام الغزالي، ألخص لكم استمع إن شئتم آمنوا وإن شئتم لا تؤمنوا، تمام؟ أما وسع عقلك، لا تخضع للألفاظ، افهم المعاني، افهم المعاني، واهم شيء شيخ يوسف ان تبقى معي. والله الان انا في اليوم القيام الان، تمام. انا اخاف تنتقل الى الحياه البرزخيه فتنام. لا الان اقول كيف انا ارى الان، تمام، خيالا في اليوم القيام. تمام ابقى معي. طيب، لكن لا تضغط عليك الاصطلاحات. رؤيا مباشرة العقل يضغط عليك يقول رؤيا يعني رؤيا بالعين، وهي ستكون بالعين. اصبر بالعين، اصبر، اسمع الآن. أنت إذا سمعت عن شيء، إذا سمعت عن شيء بالتفصيل وما رأيته، تمام؟ طيب، أنت علمته قبل أن تراه، صح؟ طيب، إذا رأيته ماذا يحصل؟ اسمع الآن، أنت الآن سمعت عن شيء علمته تماما، إذا رأيته أنت يحصل لك زيادة انكشاف له، زيادة انكشاف، تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تصف المرأة المرأة لزوجها، قال حتى كأنه ينظر إليها. فأحيانا الوصف يكون مثل الرؤية،
تمام الوصف مع أنه هو علم، فأصبح الآن يصور صورة تمام لها. اضحك أنت. يعني لو هي وصفة واحدة زنجية أيضا، هي لا تصف له زنجية. المهم اتركنا من هذا. المهم طيب، فالإمام الغزالي قال إنما أنكر علينا المعتزلة لأنهم ظنوا أننا نؤمن بالرؤية برؤية الله ونجعل هذا الأمر مطابقا لرؤيتنا للأشياء، ونقول لهم نحن ننكر ما تنكرون، نحن ننكر ما تنكرون ونعوذ بالله. مصطفى ابقى معنا. ونعوذ بالله أن يكون إيماننا كما سيقول الطحاوي الآن. الطحاوي يقول لا يصح الإيمان بالرؤية لمن تأولها بفهم أو تخيلها بوهم. لا يصح، لا تصح. أنت إذا كنت أنت الآن تقول أنا مؤمن برؤية الله، نكون جالسين يفتح باب يقولون ارفعوا أبصاركم فنرى الله كذا، يقول هذا أنت لست مؤمنا ولو قلت بلسانك أني لست معتزليا وأنا مؤمن، لا تصح الرؤيا. الآن سيقول إمام الغزالي المهم الطحاوي. فالإمام الغزالي يقول يلا ما نام. طيب هؤلاء أهل الليل هكذا يحصل معهم أهل قيام الليل. المهم قال تعالوا، الله قال سنراه، تعالوا ننظر في محل الاتفاق بيننا وبينكم. ما محل الاتفاق؟ أن الله ليس جسما، ليس في جهة، ليس كذا. تعالوا ننظر. اسمع الآن، هل يمكن أن يبقى شيء اسمه رؤية دون أن يؤدي هذا إلى شيء مستحيل على الله؟ تعالوا انتبهوا أسيادنا، السر في هذا الموضوع. قال لهم هل أنتم الآن تعلمون الله؟ للمعتزلة قالوا طبعا نعلم، نعلم، نحن نعلم الله. قلنا هل علمكم به يؤدي إلى أن يكون في جهة؟ قالوا لا. طبعا لا. أو أن يكون جسما أو أن يكون كذا؟ قالوا لا. قال إذن اتفقنا على هذه الناحية، الله معلوم ولا يؤدي العلم به إلى المحالة. إلى المحالة. تمام؟ قال تمام. هل يمكن لهذا العلم من استكمال؟ يعني انتبه الآن، هل يمكن نحن الآن هل عارفون بالله كما يجب؟ لا. هل يمكن درجة أعلى من هذا؟ يمكن، يمكن. كلما زادت المعرفة بالله هل يزداد الـ 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 يعني السعادة والسرور عند الإنسان؟ طيب اسمع الآن، يقول الإمام الغزالي يوم القيامة المؤمنون، لكن لا تفهم أن هذا إنكار للرؤية، بل عند من يحقق لا يصح في معنى الرؤية إلا هذا. لكن أنت لا تستهن بالعلم، تقول أوه يعني لن نراه كما نرى. طبعا لن تراه كما ترى هذه الأشياء. طبعا. قل إذا ما معنى الرؤية؟ يعني لا جهة ولا ما كذا، يعني ماذا بقي؟ لا يوجد شيء. لا يا أخي يوجد شيء. اصبر اصبر. يقول يوم القيامة يستكمل العلم بالله للمؤمنين، خصوصا لمن على قول من قال إن ذات الله يمكن أن تعلم. الذات ها
يمكن أن تعلم، وهذا رأي الجمهور، اسمع مولى، ذات الله يمكن أن تعلم، فيزداد علم المؤمنين بالله. طيب لماذا سميت رؤيا؟ لماذا؟ اسمع الآن، أنت عندما تتخيل، أنا الآن سأنظر إلى هذا، نظر الآن، أنا متخيل صورته هنا، أيه أوضح؟ التخيل صورته التي الآن أنا أتخيلها، أو عندما أفتح عيني وأراه؟ تمام تمام. إذن يوجد نسبة بين التخيل وبين الرؤية، كم يوجد زيادة في الوضوح؟ كثير، يعني يوجد نسبة بين التخيل وبين الرؤية. أنا أتخيل الآن مثلا أي شيء أي شيء، ثم أفتح عيني أرى، يزيد نسبة العلم بين التخيل والرؤية. قال يوم القيامة يزداد علم المؤمنين بالله كنسبة المتخيل إلى الرائي. اسمع كم يزداد، كأننا، لكن نحن الآن لا نتخيل الله، نحن الآن نعلم الله تعالى علما مثل الخيال بالنسبة للرائي. افهموا إلي الآن، الله ليس له صورة حتى نتخيل ويوم القيامة نفتح عينينا فنراه، والآن هو نعلم صورة متخيلة، أبدا، نحن الآن نعلم عنه علما، نحن نعلم علما. يوم القيامة هذا العلم سيزداد بالله، بأي نسبة سيزداد؟ استكمال العلم كاستكمال المتخيل لعلمه بالرؤية، بهذه النسبة، لذلك سميت رؤية. يعني هذا هو المقصود، يعني هذا هو المقصود. قال الإمام الغزالي قد يخلق الله معنى العلم. الآن أنت تعلم، أين العلم فيك الآن؟ قل لي لك سيدي، أين العلم فيك؟ فيك أين في ذهنك؟ اسمع الآن، هو في جزء لا يتجزأ، إما من قلبك أو من دماغك، تمام سيدي، هذا هو العلم، جيد. إذن العلم الله عز وجل يخلقه فيك. قال الإمام الغزالي يمكن أن يخلق الله زيادة العلم أين؟ في العين، أن يخلق فيكون ذلك أحق بتسميته رؤيا. معنى دقيق يعني. أي معنى دقيق؟ وهل يصح غيره؟ هل يصح غيره؟ أهلا وسهلا مولانا. طبعا أنت لست ملزما بهذا، أنت قل الرؤيا حق، وننفي عن الله ما يستحيل في حقي، ونحن مؤمنون ونسكت، يجوز. لكن إذا قلت لك هذا لا صورة ولا مكان ولا كذا، تقول لي، إذا ستقول لي هكذا، والطلاب يعني يقولون إيه ما يعني، والله بعض الطلاب لما بدأ ينظر بعضه ويضحكون، يعني كأننا نحن أهل السنة نضحك على طلابنا، نقول يوجد رؤيا ولا يوجد جسم ولا صورة ولا مكان ولا كذا، فيبدأ الناس ينظر بعضهم، لأن ماذا؟ لأنه تضغط عليهم الحسيات، هم يقيسون كل رؤية بهذه الرؤية التي نعرفها، هذا مستحيل، ولو كنا نؤمن بالرؤية هكذا نحن نعبد صنما، لو كنا نظن أنه يوجد باب يفتح، إذن الباب أكبر من الله، لو كنا نظن أنه يوجد جهة، مستحيل الإله يكون في جهة، لأنه سيكون حادثا. لكن الرؤيا، آمنا بالرؤيا وسكتنا، يجوز. النبي صلى الله عليه
وسلم رأى رأى بعينه رأى رأى بعينه طبعا، لكن ما معنى رأى بعينه؟ يلا قل لي أنت لماذا الله ذهب؟ ازداد علمه. النبي ذهب إلى السماء لأن الله في السماء هناك. لأنه لو قال لي أنه ذهب إلى السماء ليرى الله أقول إذن موسى ذهب إلى الطور لميع، إذن الله كان في الطور، كان وراء الجبل الله هناك، أو كان في الشجرة. يؤدي إلى مثلا نفي نعم مثلا عندما ازداد جزء لا يتجزأ في الذهن، مثلا الرجل عندما ازداد علمه ازداد هناك مثلا شيئا علما هناك، مثلا الله عز وجل خلق جزءا هناك هو يفيد العلم، يفيد العلم يعني زيادة العلم بغير رؤية، يعني مثلا ما علاقة بين العين وبذات الله عز وجل؟ لا علاقة بينهما، لكن هذا هل يعني هل يؤدي إلى نفي الرؤية؟ يعني نفي رؤية يعني ازدياد رجل يعلم الله أكثر من العلم. سيدي ماذا يمكن من أراد أن يفهمنا اللا كيفية؟ الإمام الغزالي بهذا يشرح اللا كيفية، تمام سيدي؟ الآن لو قلنا يوجد رؤية، هي هذه ليس نفيا للرؤية، أنا من بداية البحث قلت لكم من ستضغط عليه الألفاظ والاصطلاحات لا يدخل في هذا البحث، لا يدخل. مولانا يقول أنا مؤمن وأنا معكم، أنا مؤمن أننا سنرى الله، أن ليس يعني إن شاء الله نحن نرى، نحن لا نأمن مكر الله، أقصد المؤمنون يرون الله بأعينهم، نعم وبلا كيف، هذا ثابت، ممكن أن نقف هنا وانتهى البحث. لكن إذا أردت أن تعلم أكثر من يوجد لك خصم، المؤمنون يكتفون هنا، أما يوجد لك خصم ينفي الرؤية، فهمتم مولانا؟ يوجد لك خصم يشيع بين الناس، يقول لهم هؤلاء المجانين يقولون الله يرى، يعني الله جسم، يعني الله كذا. نحن هل يمكن أن نفهم الناس أن الله يرى وليس جسما؟ هل يمكن أن نفهم الناس أن الله يرى وليس في جهة؟ يمكن. أما أنت إذا فهمت من هذا أنه نفي للرؤية اترك هذا الكلام، آمن بالرؤية، تمام؟ لكن لو سألك إنسان ما هي الرؤية التي أنت تؤمن بها لله تعالى، ماذا ستقول له؟ بغير كيفية. تمام، ما معنى بغير كيفية؟ الرؤية ليس برؤيتنا، بإراء الله، يعني هو كيف يريد يعني لك، والله فهم. لكن لو قال هذا يعني هل يمكن أن يرى جسدا؟ يعني لا يوجد جسم يعني. تمام، إذا ماذا بقي؟ مثل ما قال الإخوة الآن، الله تعالى هو يعلم، كيف هو يعلم، تمام. روي عن إذن نعم عن أمي علي رضي الله قال لو أنا الآن أرى الله لا يتغير حالي، يعني إن أرى الله لو رأيت الله هذا لا يتغير حالي. لو كشف الغطاء ممكن ولا هذا شيء، هل يوجد غطاء؟ إيه؟ اسمع الان إيه؟ تمام، لو انت اسمع، دائما عندما تسمع غطاء الله يكشف الغطاء، يكشف الحجاب كذا، يكشف الغطاء عنا، ليس الله عليه حجاب، ليس الله عليه غطاء. دائما عندما تسمع كلمة كشف الحجاب، كشف الحجاب، فتح الباب كذا، هذا عنا نحن، لا يوجد 60 حجاب أمام الله عز وجل، أعوذ بالله. لو حجب يا أسيادنا، لو تؤمنون بهذا على ظاهره مشكلة. موضوع الوجود ما كانت 70
هل يدخل في هذا الباب؟ إجابة. ما هو؟ الإمام الغزالي ما حكى اليوم الغزالي في الرؤيا وجوه يومئذ ناظر. تمام، هو لذلك قال هو ممكن أن يخلق الله عز وجل هذه الزيادة للعلم في العين. اسمعوا يا أسيادنا، ماذا حصل الآن مع الشيخ مصطفى؟ ضغط عليه، لا لا لا، معنى الرؤية، اسم الرؤية، اسم الرؤية، قال هذا علم. ما علاقة هذا بالرؤية؟ يزداد العلم بالرؤية بسبب الرؤية. اسمع اسمع الآن مولانا، ما علاقتها؟ نحن نتكلم عن الرؤية وهذا علم. غاب عنك أن الرؤية أصلا هي علم، فيجب أن تثبت العلم لله كما يليق به. والرؤية المساوية لهذه الرؤية التي نراها الآن مستحيلة على الله، فماذا يبقى؟ هذا اسمع مولانا يا حبيبنا، كل حتى الإمام الغزالي يسمي بحث الرؤيا، ليس بحث العلم بالله، بحث الرؤيا، ولكن هو يوضح لهم. لكن انظر الآن، المؤمنون العوام من أمثالنا يقولون رؤيا، يطمعون أن يروا الله عز وجل، تمام، يا سلام. فإذا قلت لهم هذا علم، قالوا ما في شيء جديد، الآن نحن نعلم الله، يعني لا يوجد شيء. أي سرور؟ هو أحسن سرور في الجنة رؤية الله. إذا كان هو علم إذن لا يوجد شيء. فابقى أي تفضل. العفو يا سيدي، هل يمكن أن نمثل العارف إذا كان السؤال صحيحا أم لا؟ يعني الآن الإنسان يرى رؤية عند نومه، يعني أثناء نومه، ليس لا يرى بعين رأسه كما يقال، يرى نورا مثلا ليس له حدودا، هل يمكن أن نمثل بهذا المثال البسيط؟ لا أعرف من صح السؤال أم لا، الجواب عندك. إيه يعني تقصد أننا يوم القيامة نرى نورا مثلا؟ ما قصدت هذا، ولكن قصدت أولا يمكن أن نرى الله عز وجل ليس بعين رؤوسنا، كيفية الرؤية لا نعرف كيف هي. هو ال- 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 حاول، اسمع الآن، العلماء يحاولون أن لا يبطلوا كلمة من النصوص، فلذلك حتى قال الإمام الغزالي هذه الزيادة يخلقها الله في الأعين، يخلقها الله في الأعين بعيون الرؤوس، ما في أي، لأن الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالعين في الوجه، والله قال إذن هذه رؤية عين، نحن نؤمن بها رؤية عين. لكن عندما تؤمن أنت بأنها رؤية عين رأسك مع إبعاد ما يستحيل في حق الله، ماذا يبقى؟ لا يبقى الصورة ولا الجسم ولا الجهة ولا ما الذي، أي رؤية لا تستلزم الجهة ولا تستلزم الجسم وكذا، ما هي هذه الرؤية؟ ما هي هذه الرؤية التي لا تستلزم كل هذا؟ لا نعرف، زيادة في العلم ستأتينا. نعم فقط علم يا أستاذ، لا مثلا يصح عندما نقول هذا، أنا أنقل لكم كلام الإمام الغزالي، أنا كنت سأقرأ هنا، ولكن أنتم عندما قلتم هكذا ونظر بعضكم إلى بعض اضطررت أن أقول هذا الكلام. وبعد التمحيص والتدقيق وفهم الأمور وفهم العبارات والتعمق في هذا، يعني أنا في رأيي الضعيف، في رأيي الضعيف كلام الإمام الغزالي ما هو إلا تفسير لما عليه كل أهل السنة والجماعة، لكن الإمام الغزالي يشرح ما لا يشرحه غيره، غيره يقول نفس الكلام، لكن ماذا يقولون؟ نرى الله بلا جهة ولا جسم ولا مسافة ولا اتصال شعور ولا مثلا قال الإمام
حنيفة والله يرى في الآخرة ويراه المؤمن وهو في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا يكون بينه وبين الخلق مسافة. أي رؤية هذه؟ قل لي. لا يوجد. سأجيبك شيخ مصطفى. أي رؤية هذه إذا لا يوجد لله صورة أبدا ولا يوجد لله عز وجل مكان ولا أنت لست في مقابل الله وكذا. نعم سيدي. نحن نتناقش. أنا إيماني كإيمانكم، نؤمن بالرؤية ولا نعلم كيف. إيه نعم ذاته نعم كي يعني نحن نشعر الذوق. نعم نشعر نعم هذا النعمة. نعم طبعا هي ألذ نعم نعمة. نعم مثلا الرجل عندما يرى شيئا جميلا يشعر اللذة. نعم إذا نحن مثلا رجل عندما ازداد علمه ولا نعم ممكن يأخذ اللذة، لكن الرأي بالعين الرجل عندما يرى شيئا جميلا مثلا أكثر من الجنة ويزداده ذوقا يعني مثلا ممكن يعني لا أنت قبل قليل سألت كيفية الرأي رؤية كيفية لا نعرف، لكن عندما رأينا بالعين ليس كيفيته لا نعرف، لا يوجد كيفية. اسمع سيدي، ليس لا نعلم الكيفية، لا يوجد كيفية بلا إحاطة ولا كيفية. سيدي ليس يوجد كيفية ونحن لا نعرفها بلا كيفية، يعني لا يوجد الكيفية. يعني ما هي الكيفية؟ الصورة كيفية، الصورة كيفية، لا يوجد كيفية، المسافة كيفية، الجهة كيفية، كل هذه كيفيات. فنحن عندما ننفي الكيفيات نحن لا نجهلها، هي غير موجودة. لأن الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. شيخنا هنا شيخ مصطفى حفظه الله جعل أن اللذة محصورة، يعني أو ليس محصورة، هي أكثر عندما يرى الإنسان بعينه. تمام لا ما في مشكلة. يقول الله عز وجل يخبرنا يا شيخ يوسف يوم القيامة أن أعظم لذة هي النظر إلى وجهه الكريم. والإنسان هنا في الدنيا يعني يتلذذ، نعم في العلم يجد لذة، لكن يا أخي النظر أجمل. تمام، يعني أنت كلمني عن البحر 3 ساعات لا أشعر أني على البحر، أما خذني إلى البحر يا أخي أنا أرى البحر. إذن الرؤية هي الرؤية، هذه هي اللذة. تمام مولانا، هذا بسبب أننا والله أتكلم عن نفسي، محجوبون عن العلم بالله، نحن لسنا عارفين بالله. أما اسأل العارفين عندهم ساعة مناجات مع الله أحسن من كل مناظر الأرض. اسمع مولانا، أهل الله لكن نحن محجوبون. والله أنا بالنسبة لي يمكن الآن سندويشة فلافل تمام يمكن أحسن من هذا الدرس. نحن غافلون، أنا أتكلم عن نفسي والله. تمام، فنحن الآن هوينا هذه الفانيات. تمام، أما المعرفة بالله وأهل الله يقولون والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لحاربونا عليه بالسيوف. هذا ليس كذب، هذا ليس كذبا وليس مبالغة. لذة الأنس بالله من عرفها، ومع أن هذه معرفة دنيوية، معرفة دنيوية
يعني يوم القيامة سيزداد هذا الأمر. أنا سأخبرك عن شيء. شيخنا أنت عندما تسمع تقرأ لا ترى تقرأ عن معلومات عن اختراع معين، كيف تطير الطائرة، وأنت تعلم تقرأ تشعر بلذة غامرة، لذة، انتبه، أنت لا ترى شيئا تقرأ. لذلك أحيانا بعض الأوصاف تأخذك مع الكتاب، تشعر أنت يقول تعال تعال. هنا الطلاب يقرؤون روايات أو كذا، يتركون الدرس ويقرؤون، يدخلون في الرواية، تصبح في وهم لا يرون تمام ولا. فمن قال لك أن المعرفة ليست ألذ بمرات من الرؤيا؟ من قال لك؟ من قال لك؟ طبعا لا شك، لا يوجد نقص. أهل الله يقولون في هذه الدنيا، ولذلك من يوجد رئيس الوهابية كان أعمى، وكانوا هم لا يقبلون بالتأويل، يقولون لا يوجد مجاز في القرآن. فقال له أحدهم، قال الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. فقال له يا تمام، أنت يوم القيامة ستكون أعمى إذا لا تؤول هذا. هذه الآية مؤولة، يعني من كان في هذه أعمى عن الحق فهو أعمى عن رحمة الله، هذا المعنى. ليس من كان في هذه أعمى فهو هناك أعمى، يعني يبحث عن الحوريات العين هكذا، ليس هكذا. تمام. إيه كيف أجاب؟ ماذا قال؟ توقف. والله لا. العارفون يقولون في هذه الحياة، في هذه الحياة الدنيا لا يوجد الرؤية، ولكن يوجد مثل الرؤية، يعني كمان رأى الله. شيخنا أصلا مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى، وهذا في الدنيا، ما بالك في الآخرة عندما يكرم الله الإنسان. يا أسيادنا، أولا حتى تزول هذه الغشاوة عن أعين، ومع ذلك أنا أشرح معنى كلام الإمام الغزالي، ولسنا مضطرين لتصديقه ولا لاتباعه، نحن مع الطحاوي أخي، ومعكم نحن، ما عندنا شيء، لكن هذا حجة الإسلام عندما يتكلم. انظر يا شيخ مصطفى، ابقى معي دقيقتين. تمام. أولا لا يضغط عليك لفظ الرؤية. لماذا سميت رؤية؟ قالوا لأن زيادة العلم بين علمنا في الدنيا وعلمنا في الآخرة كزيادة المتخيل إلى الرائي. رأيتم هذا الانكشاف العظيم؟ نفسه سينكشف لك يوم القيامة. لكن أنت تحب ماذا؟ رؤية الله بهذه رؤية. يا أخي رؤية، لماذا تحرمنا منها؟ أبقها رؤية. لماذا تقول هي علم؟ أبقها. طيب كيف أبقها لك؟ تفتح عينيك ماذا ترى؟ قل لي افتح عينيك ماذا ترى؟ لا لا لا، يوم القيامة لو نحن ما نريد أن نفسر هذا التفسير. نعم، يوم القيامة تفتح عينيك ماذا ترى؟ في أي جهة ترى؟ في، يا أسيادنا، هذا الكلام هو تفسير لقول كل أهل السنة بلا كيفية. الرؤية ثابتة، وبالعين، بالعين، بالعين الرأس ثابتة. بماذا؟ يعني إيه؟ ها، الإمام الغزالي قال إن خلق الله هذا زيادة العلم في العين، يكون الله يعني جعل هذه الآية حقيقة، وإن كان خلق العلم في مكان العلم من الإنسان
ولا يوجد في الوجه شيء يكون نطلق عليها اسم الرؤية مجازا بإذن الشارع. نحن الأمر المجازي نستعمله إذا أذن الشارع، فالله سماها رؤية، نحن نسميها رؤية وإن كان لا علاقة لها في العين، لكن الله قادر أن يخلق هذا العلم في أي جزء من الأجزاء. فالله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لكن ما معنى خلق هذا فتحنا رأينا شيئا في مقابلتنا؟ حاشا. فلذة المعرفة، اسمع الآن، أصلا الفلاسفة اسمع مولانا وكلامهم فاسد، لكن انظر الفلاسفة أصحاب عقول كبيرة لكنهم خالفوا العقائد وكفروا في كثير من الأمور. لكن الإمام الفرهاري يقول لو أخرجنا ضلالاتهم واستفدنا من عقولهم وإلا يفوتنا خير كبير. هكذا قال الفرهاري في شرح العقائد النسفية على شرح الشرح، يقول نحن من لا يعرف علوم الفلسفة يفوته خير كثير، لكن بشرط أن نخرج ضلالاتهم. اسمع مولانا الآن، الغرب يا أسيادنا حياته كلها فلسفة، هذه العلوم الإنسانية هي التي تسير الحياة. المهم اتركونا من هذا، لا نريد أن نتوسع. اصبر شيخ حسين، لا تنسى ما معك، سجل. تمام مولانا، نسيت أنا ما كذا قلت، يلا نترك هذه الأمور ونرجع. غير كل فلافس أمورهم عقولهم. تمام. فالفلاسفة تعرف ماذا يقولون؟ يقولون أصلا يوم القيامة لا يوجد حشر إلا للأرواح، لا يوجد أجساد. ما لذتها، ما جنتها؟ المعرفة. ما جنة الأرواح؟ لا يوجد أجسام، إذا لا يوجد أجسام لا يوجد نساء، لا يوجد طعام، لا يوجد شراب، لا يوجد عيون، لا يوجد رؤية، أرواح فقط. ما لذتها؟ لذتها المعرفة. شيخنا تجد الفيلسوف يجلس الآن يأتي إنسان يسمع هذا الشريط يقول ها هذا من الفلاسفة وأخرجنا من الإسلام والدين. لا، الوجه الشبه يكون في شيء واحد، أن المعرفة لذة اللذات. أنا أريد أن أصل إلى هذا. تجد الفيلسوف يجلس في مكان وحده، تجد لحيته أصبحت هكذا، لا يهتم لا بمظهر ولا بكذا. نحن تعرف نهتم بمظاهرنا، هذا من نقصنا، من نقصنا. تمام. تجد هذا الإنسان عنده من اللذات وتصفية الروح وكذا ما يفوق لذات الطعام والشراب وإلى آخره. تمام مولانا. ماذا أقصد بهذا الكلام؟ أن المعرفة هي لذة اللذات وليست المشاهدة العينية. هذه المشاهدة العينية، مشاهدة الصور، مشاهدة الأزهار، مشاهدة كذا إلى آخره، عند العارفين بالله. قل لي الآن في الدنيا، اترك الآخرة، أيه ألذ عند العارفين بالله؟ يجلس ساعة ذكر مع الله، أو يجلس في أمام البحر؟ أي قولوا لي، أقسم بالله، أحد نسيت من أحد العلماء يعني بعد زمان طويل أقنعوه أن يأخذوه إلى مكان جميل، يعني أشهر سنوات يقولون سيدي يوجد مكان جميل نريد أن نأخذك معنا وكذا، بعد إلحاح وإلحاح 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 قال أذهب. ذهب، جلس شيخنا الشيخ أديب، شيخنا الشيخ عبد الرزاق، نسيت من هو والله، وصل بعد ساعات قال أرجعوني. سيدي نحن جئنا نجلس أسبوع. قال أرجعوني. ماذا؟ فمولانا نرجع نقول الآن كأذان العشاء،
لما يلا ما في مشكلة. نرجع نقول يا شيخ مصطفى نحن إيماننا إيمان العجائز، نؤمن أننا إن شاء الله إن كنا من المشمولين برحمة الله إن شاء الله عز وجل ودخلنا الجنة نرى الله بأعيننا بلا كيفية. تمام، معنى كيفية لا يوجد، لا يوجد شيء يشابه رؤية المخلوقات، والله منزه عن كل شيء مستحيل. تمام يكفي، لا نحتاج أكثر من هذا. سؤال إن شاء الله. الجنة مهلوك لا شك، الناس مهلوك، كل الناس كل مسلم يدخل الجنة، ولكن جنة مكان. كيف الله تعالى يكون في الجنة؟ في الجنة ليست على الجنة. الصبر صبر ليس مسافة، يعني المسلمون يرى الله تعالى، ولكن أنتم تقولون ليس مسافة. الله لا منزهم المكان يعني. انظر الآن هذا من أين نشأ الآن؟ هل تعلم الله أنت؟ أنت أعلم مني والله. أنت تعلم الله الآن؟ تمام، وأنا أقل منك. تمام، هل يوجد بين معرفتك لله وبينه مسافة؟ لا. تمام، أما انتبه الآن، نحن ما زلنا، نعم المؤمنون يرون الله هم في الجنة، أما هو ليس في الجنة. ليس في الجنة، أما ليس المسافة. طبعا ليس مسافة. ها انظر الآن، انظر الآن، إذن هو الآن ماذا يضغط عليه؟ يضغط عليه مساواة رؤيتنا لله، مساواة رؤيتنا لله كرؤيتنا للأشياء. أبدا، هذه المقايسة موجودة في ليس في العقل، موجودة في خلاص موجودة فينا. فسيدي لا يوجد مسافة، والله اسمع مولانا جل جلاله، لا في الجنة، الله أكبر، الله، ولا خارج الجنة، ولا خارج العالم، ولا داخل العالم، ولا في مكان أبدا. هنا عندما تقول هذا الكلام للناس، يوجد هذا الكتاب، ها اقرأوه، اسمه حسن المحاججة في أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. تمام، اصبر سأجيبك، سأجيبك ثانية. إذن أين الله؟ يعني خارج العالم داخل العالم؟ لك هذا وهم، وهم، هذا الوهم، هذا الوهم. أستاذ قال الإمام رباني قدس الله سره الآن يقول الناس إذا حرك الخطب، الخطب رأسه ودوره الخطب في 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 العالم للهواء، هواء يكون دائرة، دائرة أتسع شو يعني تولية، إذا وقفت خطف تذهب الدائرة، تذهب الدائرة. شكرا الدائرة، يعني العالم كدائرة يعني خلاص، الجنة الجنة الجهنم كدائرة يعني رؤية الله، رؤية الله كذا كله يعني. جنة مكان، جهنم مكان، لماذا ليس دائرة؟ العالمين الخطاب يعني هذا خطاب، يعني هذا خطاب إذا حركة يعني في هذا خطاب أنتم في إذا دورته يعني هذا دائرة موجود، ولكن وقفته لا دائرة. العالم كله جنة جهنم ما شيء، كل الناس إنسان كل ملائكة كل موجودات كدائرة يعني، إذا وقفت كل شيء لا يوجد شيء، لا يوجد شيء يعني. إذا جنة لا يوجد، ليس موجود، أنا موجود، موجود أما varlığın كت دائرة يعني كت دائرة var gibi gözüküyor. المهم خلاص خلاص إمام رباني نعم ترى كأنها موجودة، يقول ترى كأنها موجودة. إيه كأن نسبة يعني كأن في رأسها جمرة تجمرت أو هكذا، عندما تدور هكذا من بعيد ترى دائرة وهمية.
إمام رباني قد تسلسل في المكتوبات موجود يعني في هذا المسألة. يعني يقول الكائنات يعني كل كائنات الكائنات اسمع مولانا الأمس أنا كنت أحقق هذا الموضوع. الكائنات وهم ليست حقيقة. عندنا حقيقة ولكن في الحقيقة عند الله وهم. لا يعني هي تمام. الشيخ شهاب الدين المرجاني في هذا الكتاب الذي كلفني الشيخ دوخني هذا الكتاب والله دوخني هذا شيخنا قرأت يمكن 300 صفحة حتى أفهم عباراته في معنى الوجود. يتكلم عن الوجود، هل الوجود زائد؟ يعني صاحب الجوهرة يقول وجود شيء عينه، فيوجد 4 مذاهب. هل الوجود زائد على الماهية في الواجب والممكن، أو ليس زائدا في الواجب والممكن، أو زائد في الواجب غير زائد في الممكن، أو بالعكس؟ تمام، صدقوني قرأت 300 صحيح. يتكلم كلام عميق، هو يشرح شرح العقائد النسفية في هذا الكتاب. يعني العقائد النسفية، التفتزاني يقولون صعب، أوف شوربة. صدقا صدقا بالنسبة لهذا الإمام المرجاني صعب. المهم ماذا كنا نتكلم؟ ها 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 ها. فهو ماذا يقول؟ يقول يوجد سفسطائية ويوجد أهل الله، فأنا لا أشك أن الإمام الرباني من أهل الله. كلاهما يقول الكائنات لا وجود لها، لكن يوجد فرق بين هؤلاء وهؤلاء. السفسطائية اسمع، تقول له هذا الكأس موجود. هم 3، عنادية، عندية، لا أدرية. فتقول له هذا الكأس موجود، بعضهم يقول لا غير موجود، أنت موجود، أنا موجود، غير موجود، كذا ينكر. بعضهم يقول عندية، هذا هو حقيقته بحسب اعتقادي، يعني هذا عندي كأس، عندك جوال، إذن هو جوال، بحسب، هو عنده سيارة، هو سيارة. بعضهم هكذا، بعضهم لا أدرية. انتبه، العنادية ينكرون حقائق الأشياء، العندية ينكرون العلم بحقائق الأشياء، اللا أدرية يشكون في ثبوت الحقائق وفي عدم ثبوتها. بعد أن تكلم عنهم قال أهل الله يتكلمون يقولون الموجودات معدومة وباطلة، لكن ليس كما يقول هؤلاء السفسطائية. يقولون هي لا أثر لها، لا تأثير لها، لا مؤثر إلا الله. انتبه، يعني يا شيخ يوسف إذا أنت شربت الماء لا تقول يا سلام ما هذا الماء، اذكر من أرواك، هذا لا قيمة له. إذا جاء إنسان أعطاك هدية، عندما هكذا أهل الله عندما يأتيهم المعاش يأخذونه لا يتذكرون إلا المنعم، يعلمون حتى لو جاءتك عقوبة. انظر، أنا الإنسان عندما يكرمني بشيء كم أشكره وكذا، لكن أنسى الله عز وجل. هؤلاء أهل الله هم مع الله دائما. لا والله لو رئيس الجمهورية جاءهم وأعطاهم بيتا لا ينظرون إليه، لا يرون إلا الله، لا أحد، من حرك قلبه، من كذا. فهذه الأمور لا تأثير لها. وإلا نحن يقولون الفرس الغبية تحب السائس أكثر من المالك. اسمع، المالك هو الذي يرسل لها الطعام ويشتري لها، لكن من الخادم
هو الذي يطعمها. هي لأنها لا تفهم تحب الخادم، عندما ترى الخادم تركض تفرح كذا، إذا رأت السيد لا تهتم به، مع أن السيد هو الذي يدفع المال. لماذا؟ غبية. هي ترى السبب لا ترى المسبب. نحن أمثالي طبعا نكون أحيانا هكذا. فأهل الله يقولون الحقائق وهمية باطلة، لا بمعنى أنها ليست موجودة، موجودة لها وجود حقيقي. ها أنا موجود، ها إيه والله موجود، أنا موجود ليس كذب، لكن أنا لست مؤثرا ولا فاعلا، لا يوجد إلا فاعل واحد سبحانه وتعالى. فهنا الشيخ يقصد هكذا، يقصد هكذا تماما. يقولون نحن نحسب هذه الأشياء مؤثرة وهي في الحقيقة غير مؤثرة، نحن نتعامل مع الأسباب. تمام مولانا؟ طيب هات سؤال. سؤالك هذا أجمل من سؤال، هذا الكلام أجمل من سؤال. طبعا ليس كلامي، كلام أهل 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 الله عز وجل صلى الله عليه وسلم قال عن البدر. دقيقة فقط، عائشة رضي الله عنه في مرة من المرات كانت تعيش في هذا الحال، لما نزلت آيات تبرئة السيدة عائشة رضي الله من الإفك، قال أبوها قومي أشكري رسول، قالت والله لا أشكر إلا الله. كانت في حالة، هذا حالة شهود يسمونها أو كذا، يعني أبدا غابت عن كل الأسباب وما نظرت إلا إلى المسبب سبحانه وتعالى. فهذا باطل من هذه الناحية. المهم قبل أن ننهي الدرس، هل نرجع إلى الرؤيا أو ماذا بقي؟ بقي نقول المسافة والجنة ونحن في الجنة وكيف وكذا إلى آخره. نعم المؤمنون، اسمع، ليست الجنة شرطا لرؤية الله، بدليل أن موسى سأل الله وهو في الدنيا، وموسى ليس جاهلا، فليس شرطا أن تكون في الجنة حتى ترى الله، ليس شرطا. موسى يعني الله ليس في مكان حتى في الجنة أنت تكون أقرب إليه من مكان آخر، يعني لو شاء الله أن يراه أهل النار يرونه، لو شاء الله أن يراه الآن أنت وأنت هنا تحت هذا السقف ترى الله تراه، لأن الله عز وجل لا يوجد بالنسبة إليه من هو أقرب منه ومن هو أبعد، لأنه هو ليس في مكان. فسيدي أنت تكون في الجنة إن شاء الله وترى الله عز وجل لا في مكان، فلا تقل مسافة، لا يوجد مسافة، لا يوجد مسافة، لا يوجد مسافة، لأن الذي بينهما مسافة ينبغي أن يكون كلاهما في مكان. فإذا أحدهما لا في مكان لا يوجد مسافة، والله لا في مكان فلا يوجد، لا يوجد مسافة. يأتي الآن هذا سأل سؤال، قال إذا نقول الله لا في العالم ولا في خارج العالم ولا كذا، إذن هو معدوم. سأل أين الله، يجوز أصلا هذا السؤال أين الله؟ أين من الكيفيات من المقولات، لا شك من المقولات، مقولات لا يقال إلا على الحوادث هذا. نعم. فانتبه الآن، إذا جاءك إنسان قال أنتم تنفون عن الله الصورة والجسمية والمكان والزمان وأنتم تعبدون معدوما، قل اسمع اسمع، أنت تحكم على الله بما حكمت على هذه الحوادث المخلوقات. نعم الجسم، الجسم إذا ما كان لا هنا ولا هناك ولا يكون معدوما. من قال لك الله جسم؟ من قال لك؟ لو كان جسما ما كان إلها جل جلاله وتبارك في علاه. الله ليس جسم، هل يقال هو عرض؟ أعوذ بالله، لا جسما ولا عرض. الإمام الصابوني يقول إذا علمنا حقائق، اسمع،
حقائق الأجسام والأعيان التي هي جواهر وأجسام وحرمنا، فلنعلم أن الله لا يجوز أن يطلق عليه هذه الإطلاقات أبدا. لماذا؟ لا إن قصد معانيها ولا إن ما قصد معانيها. يعني بعض الناس لو قال الله جسم يعني مركب، هذا لا يجوز لأن مستحيل على الله. وإن قال أنا أسميه جسما لكن لا أقصد أنه مركب، نقول إذن تسميه بالمجاز وليس بالحقيقة. والمعنى المجازي يجب أن يكون بين محل المجاز ومحل الحقيقة نوع مشابهة، ولا يوجد أي مشابهة بين الله وخلقه، فبأي إطلاق تطلق هذه الإطلاقات؟ فإذا هذا كلام الإمام نور الدين الصابوني في البداية وفي الكفاية. فلا يجوز أبدا، لا يقال عن الله جسم ولا جوهر، ولا يقال عن صفاته عرض. الفلاسفة أطلقوا العرضية على صفات الله عز وجل. بعضهم يقولون الهواء لطيف من الماء، ألطف من الماء، ألطف من الماء. نعم. الجن ألطف من الهواء، الملائكة ألطف من الجن، الروح ألطف من الملائكة، الله ألطف من الروح. أستغفر الله وأتوب. هذا كلام في ألطف، ما معنى ألطف؟ تعرف معنى؟ يا سيدي أرجوك. اللطيف جسم. لطيف اسمع سيدي. لا ليس جسم. لطيف لا يراد. ليس بجسم الروح. ليس جسم. مخلوق. سيدي اسمع مولانا، اللطيف اسمع الآن، هو شيء موصوف باللطف. اسمع مولانا، لطيف ذات وصفة، تمام؟ فاللطيف يقابله الكثيف، كثيف، فنحن أجسامنا كثيفة، الملائكة أجسامها لطيفة، تمام؟ تمام. هل يقال عن الله أنه لطيف؟ طبعا لطيف يسمى من أسماء اللطيف بمعنى اللطف والرحمة تمام، هذا شيء. فخصوصا تشبيهك عندما بدأت، نعم، كأن الله عز وجل، تمام سيدي، هذا الكلام أين هذا الكلام؟ بعضهم يعني هذا الكلام خطأ. والله يا سيدي انتبهوا، لا يجوز. انتبهوا مولانا، والله انتبهوا. ألطف يعني الروح مخلوق لطيف، تمام، على خلاف. الروح فيها خلاف، هل هي عرض أو هي جسم؟ الإمام مالك ومن تبعه يقول هي جسم. قال الناظم: ولا تخض في الروح إذ ما ورد، نص من الشارع لكن وجد. لمالك هي صورة كالجسد، لمالك هي صورة كالجسد، فحسبك النص بهذا السند. فبعض العلماء، هذا خلاف طويل، يعني اقرأ كتاب المعالم في أصول الدين للإمام الرازي، يجد يتكلم عن هذا، هل الروح جسم؟ جسم، انظر الخيارات، جسم جسماني، جسم لا جسماني، لا جسم جسماني، لا جسم ولا جسماني. هكذا اختلف المتكلمون والفلاسفة في مسألة الروح. فمع ذلك تقول مثلا الله ألطف من الروح، هذا إطلاق لا أعلم من أطلقه سوى الشيخ زين العابدين. تمام مولانا؟ بقي شيء؟ ما استوضح الفكرة. أيوه؟ موضوع الرؤية. أي أسأل أو أسأل. أي تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. أوضح في موضوع العلم، القمر ليلة البدر
أو القمر بشكل عام هو دليل العلم، علم بمواقيت، فليس هو كشخص النبي قال هكذا سترون. فهل نفهم من توضيحه الإمام الغزالي أنه واضح أنه يتكلم عن العلم لا يتكلم عن النظر؟ طبعا هو الحديث العلماء ماذا قالوا؟ قالوا وجه الشبه بين رؤية المؤمنين لله ورؤية الناس للبدر هو الوضوح، وليس أن الله على لا وليس أن الله له صورة الدائرة، ولكن انتبه في عند رؤية الهلال يكون ضعيف صغير، أما عند البدر يكون واضحا، الأعمى يرى إلا قليلا يعني. تمام. يقول كذلكم يعني بهذا الوضوح في الليلة السابعة واضح لا شك. تمام. لكن في البدر أبعد عن الشك. تمام. في الليلة السابعة واضح، لكن في الليلة الرابعة عشرة أوضح. فأنتم سترون الله، لا تشكون أنكم ترون الله، لا تشكون. ولكن تفهموا. المهم أن التشبيه ليس صورة الله له صورة كصورة البدر. سترون رؤية واضحة كما ترون البدر واضحا، فالتشبيه هو بوضوح الرؤية وليس تشبيه صورة بصورة. يعني هذا لا مدخل له في هذا الأمر. النبي كان يستطيع أن يقول كما ترون بعضكم، لا شك أيضا في هذا. لما اختار النبي إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما ينطقه وأراد به هذا، يعني أراد القمر لذات، ليس لذات القمر، ولكن شبه القمر ممكن يكون للوضوح وأيضا للعلم في المواقيت، فنأخذ منه العلم وتكون رؤية علم زيادة في العلم. والله يمكن، لكن هذه يعني بالإشارات تعلم حقيقة. الشيخ هوزان بسبب صفائه حقيقة والله أنا أعتقد به وبصفائه وبنقاء روحه والله فأحيانا قد يلهم من الأشياء أنا ما سمعت بهذا ولا يعني ما فهمت هذا المعنى من الحديث، أما ممكن يفهم منه هذا حقيقة أقول لك بدون أما انتبه الآن تمام. لكن هذا الحديث لا يدل على هذا. شرح الإمام الغزالي جاء من أين جاء؟ من تحقيق الرؤية ونفي ما لا يليق بالله عز وجل. ثم الإمام الغزالي أمامه خصم. يا أخي الإمام القاضي عبد الجبار ألف المغني في الاعتزال مجلد الرابع كله في نفي الرؤيا، 500 صحيفة وليس كلام حشو، كل سطر فيه دليل تدور فيه العقول في نفي الرؤيا. فهمت مولانا؟ فالإمام الغزالي أمامه خصم، ليس أنتم الآن الحمد لله مؤمنون، من يريد أن يعترض يقول يعني أنت غير مؤمن بالقرآن؟ نقول له هكذا الله قال يرى والله ليس جسما وآمن وأسكت. أما هناك الإمام الغزالي أمامه الفلاسفة والمنكرون وكذا يقولون يعني كيف تقول لأتباعكم افهم وأسكت، نحن لا نسكت، نحن نستطيع أن ننفي الرؤيا. فالإمام الغزالي يوضح مذهب أهل السنة أنه موافق للعقل وللنقل، هو من هذا قال الإمام الغزالي. الإمام الغزالي ماذا أراد؟ أن يثبت الرؤيا وأن ينفي الكيفيات عن الله تعالى، ماذا يبقى؟ لكن إذا بقيت تضغط علينا كلمة رؤيا، هو العلم نوع من الرؤيا والرؤيا نوع من العلم. تمام مولانا؟ ختام الكلام أسيادنا، مثلا أولياء الله قالوا الوصلة، مثلا الدنيا عارف بالله، الدنيا الوصلة بمعنى
ازدياد المحبة ليس يعني وصل مثلا وصلت الواصل إلى الله من قلبي حاشا لا شك لا شك بمعنى ازدياد المحبة لا شك بالعلم لا شك لا شك خيرا على كل حال هذا الكلام إن شاء الله فيه فائدة فيه توسع هذا إن شاء الله عز وجل يزيدنا معرفة واطلاع على آراء العلماء كيف ناقشوا هذه الأمور وإن شاء الله يكون فيها فائدة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.